زوم سانتي. زوم سانتي. تحقيقاتنا تكون ميدانية وطبية بالأساس، وسؤالنا اللي مش نحاولوا نجاوب عليه اليوم: ماذا يحدث في المستشفى الجهوي بقبلي بتحديدا في قسم الاستعجال؟ وسمعنا انه اليوم نخدموا بإفكتيف قليل برشا وبساعات طويلة وطويلة جدا، هذا اللي خلى انه تولي الوضعية انسيبورتابل. حوارنا اليوم مش يكون مع دكتور نجي عزديني، طبيب صحة عمومية في المستشفى الجهوي بقبلي. دكتور اهلا وسهلا. مرحبا بك. نشكرك على تدخلك معنا. عايشك. مرحبا بك، مرحبا بمستمعي حياتي في. مرحبا بك. قبل ما نبدا معك حواري، سؤال نحبك تجاوبني عليه: هل انه صحيح توصلوا تخدموا في 90 ساعه مسترسله ورا بعضها الدكتور؟ نعم، وصلنا ديرنييرمون، وصلنا خدمنا 96 ساعه، خدمنا 4-5 كار دو سويت جراء النقص الفادح اللي في القسم الاستعجالي. كيف يصير العمليه دكتور؟ زيد فسالي. لله محمد رسول الله، صاير إشكال كبير بين إدارة المستشفى وقسم الاستعجالي. صاير هجوم تعسفي وهمجي من طرف مديرة المستشفى مما نجر عليه معناها نقص فادح في الأطباء. احنا بقاو أربعة ديرنييرمون، المدسان كثيرين مدسان تعرض للوعكة الصحية وتم إيواء قسم القلب، بقينا ثلاثة. اليوم بالذات انا بوست جارد، اليوم بالذات دو ميدسان كونفونسيوني من معناها دي زوبيتو اخرين جاو، معناها اللي كما نقولوا معناها باش يمليوا الفراغ معناها والنقص. دكتور انتم في العاده، انتم في العاده قداش افكتيف كامل؟ قداش من طبيب نورمالمون لازم يكون موجود في الاورجونس نتاع قبلي؟ احنا نورمالمون نخدموا 12-13 ميدسان. نحين الكونفونسيوني اللي متعاقدين معهم هذوم قداش قعد؟ احنا قعدنا 8 ميدسان بالشيف سيرفيس. به عندكم زاد شكون قدم خذا عطله مرضيه نتاعو؟ مازلتوا سبعه هذوك. شوف العطله المرضيه خويا الغالي من حقهم عباد سي، معناها دي ميدسان زملائي سي ما عادش ينجموا يقدموا يعطيوا البليس، وما همش موجودين سير بلاس في قبلي. عباد تنافي على 100 و200 و300 كيلومتر، عباد في قابس وفي قفصه، معناها ما ينجمش يخدم لك كارد سور دو سور تروا، واللي عنده وليد صغير في الدار برونكيوليت يغفق، اش مش يعمل له؟ لشكون باش يخليه؟ باهي متفاهمين. دونك توا نحكيو على 8 من الناس قاعدين، 8 طب قاعدين يخدموا. 8 من الناس فيهم تروا مالادي. دونك 5 من الناس مالادي ومن حقهم يبعثوا مالادي في لي كونديسيون ميرديك اللي نخدموا فيها. دونك نحكيو على سيرفيس اورجونس بخمسه طب. اربعه طب زاده. به خلينا نفهم حاجه اخرى توا دكتور، وكان زيد توضح لي دكتور، صحيح انكم انتم تامنوا الاورجونس وتامنوا السمير وتامنوا زاده الكوفيد، صحيحه هذه يا دكتور؟ صحيح خويا الغالي، نامنوا في الاورجونس، نامنوا في الكوفيد، كوفيد بلس معناها يجيك مالات كوفيد بلس تشوفوا، معناها بالنسبة لهنا في قبلي الكوفيد سي معناها سبيسياليتي، لازم انت تشوفه كميديسان جينيراليست في الارجونس وتكلم الميديسان كوفيد اللي هو في الاورجانيجرام اللي هو كارد كوفيد، وتعطيه لي بارامتر وتعطيه لي تام تاع الباسيون باش يقول لك يا تسيب يروح يرقد. معناها اللي هذا ماهوش معقول، معناها انا نخرج ميديسان في الارجونس نشوف كوفيد بلس كونتاكت كوفيد بلس ونرجع نشوف الملاد اللي نورمال. امبارح في الكارد امراه جابت بنيه صغيره قالت لي كيفاش تشوف انت كوفيد بلس وتي انا نعطيك فانت باش تشوفها، معناها ماهوش معقول. مش معقول الحقيقه. السمير وحده الانعاش الطبي عندها توا اكثر من اللي جيت لك بلي نخدموا فيها ونخرجوا اللي زوبيتوس الكونسكريبسيون لبرا، ونورمالمون عندها ميدسان فيها تروازيام ميدسان، احنا نخدموا دو ميدسان في الكارد، نورمالمون تروازيام ميدسان موجود في السمير وهذا مطالب به وعندنا فيه الحق، لكن ما ثماش، احنا نغطيه في خدمه التروازيام ميدسان، لكن كي نطالبوا بمستحقاتنا خويا الغالي يخرجوا لك بقوانين ملحي سامحني ومن بعد ما تكملوا السمير هذيك ترجع للارجونس تشد الكارد نتاعك. صحيح، احنا معناها كي تجي ابيل من ريجيلاسيون من قابس، واحد يقعد في الارجونس يشوف الكوفيد والسوسبي والارجونس، وواحد يخرج السمير، واحد يخرج المسيون. دكتور نجي العزيني، 96 ساعه هكا كانت متواصله ورا بعضها تو خدمه دكتور؟ متواصله من نهار الجمعه السبت احد وخدمه لندي اربع ايام نعوض اللي ما جاش عوضته وجراء معناها الاشكال هذا الحاصل ما بين الاداره وما بين القسم الاستعجالي والهجوم هذايا
معناها انا نسميها نعتبرها احتقار للاطار الطبي والشبه الطبي في القسم الاستعجالي بالغاز. معناتها اشكال اداري تدفعوا انتم الثمن نتاعو. صحيح، اشكال اداري ندفعوا احنا الثمن. معناها انا ما فهمتش معناها الوضع الصحي في ولايه قبلي كيفاش باش يتحسن وباش يمشي، وقت اللي يبدا المدير الجهوي نتاع الصحه في قبلي والمدير المستشفى نتاع الجهوي في قبلي يبداو ما همش في نفس السياق، كل واحد يخدم في شيره. معناها نعاود ذكر سيد المستمعين انه ظهر لي شهر التالي شهر ونص التالي في زوم سونتي كان تحقيقنا حول الوقفه الاحتجاجيه والبيان اللي كانت اصدرته نقابه الاطباء الصحه العموميه. فعلا بالي على الوضعيه هذه. دكتور زميلنا ابو بكر بن ميلود اللي كمان معناها تتعرض للهجمه. دكتور قداش تنجموا تشدوا بالريتم هذايا معناتها؟ هكا معناتها نحكيو بين السمير وبين الكوفيد وبين الارجونس وانتوما اربعة طبة كاو، قداش تنجمو تشدوا بالريتم هذا؟ احنا شوف احنا نخدمو بالطاقة اللي عندنا تخدم 24 ما تنجمش تزيد اكثر. باهي، نظرا للظروف والكوفيد والوضع والنقص الفادح احنا قاعدين نغطيو، عندنا زملاء في قابس وفي قفصه ما ينجموش ينافيو، ما ينجمش يجيك كل نهار بعد نهار وكل بعد 48 يجيك. دونك انا موجود في قبلي نعمل له نخدم له الجارد نتاعو، نعوضه باش هو ينجم يسباسي لجارد الجارد نتاعو يجي بعد جمعه بعد خمسه ايام. هذا اللي حاصل، هذا الشيء اللي حاصل. كنا معناها كان عندنا دي ميدسان كونفونسيوني متعاقدين معنا يجي يعاونوا، ثم حتى من تونس فجاه صار اشكال في الاداره، صبحت معناها 5 معناها ممتنعين عن العمل. امتنعوا عن العمل 5 ممنوعين من العمل فليتو، ممنوعين لانه ما تمش استخلاص الاجور نتاعهم، معناها الممارد جارد نتاعهم. دكتور قبل ما نخليك، شنو الميساج اللي تحب توصله اليوم للسلطات على الاقل باش نشوفوا حل الوضعيه هذيا معناتها؟ انا بالنسبه لي نتوجه لست اشراف الوزاره قبل ما يبعثوا معناها اولاد وبنات الناس باش يخدموا وفي المناطق الداخليه يخافوا فيهم ربي كما هما يخافوا في ربي في المريض. واضح. يوفروا لهم ثم ارضيه وظروف عمل تليق بهم. واضح. ما تخليهمش تحت رحمه فلان وفلتان. واضح. ما تجيش انا مديره المستشفى امس تخرج فيها من البيرو تعيط معناها بفاسون معناها ما نحكيلكش معناها قدام المرضى قدام الاطار الطبي الشبه الطبي المدير الجهوي. انت اداري ما عندك حتى دخل بيا. امبارح تعيط عليك علاش دكتور؟ دكتور تعيط علي، تعيط عليك علاش دكتور؟ تعيط علي هكا معناها احتقار او ما نعرفش انا معناها تحب تفرض السلطه نتاعها حتى على الاطباء معناها اللي هو مش معقول. عندي شيف سيرفيس نتاعي، عندي الاطار الطبي نتاعي نتعامل معاه، صار كونفلي في الموضوع هذا نتاع الكوفيد، قلنا كوفيد بلس يتشاف من طرف المتسا كوفيد، هذا لازم يصير كوفيد والتونس كله العالم كله يمشي به. انا ما ساعدنيش نشوف نقعد في الارجونس نشوف مرض لاباس عليه، نبدا نشوف مرض كوفيد بلس ونرجع نشوف مرض لاباس عليه، ومن بعد تقول لي ايبيديمي في قبلي. قلت لها ما نشوفوش، ولا تكتب في رابور اكتب شوف الوضع الصحي في قبلي والكارثه هذه ماهيش باش تحل بالرابورات وتحل كذا، لازم العباد تقعد طاوله وكراسي ويحلوا الموضوع والعجله تدور. واضح. دكتور كل واحد يمشي يشد بلاده وكاو. دكتور ناجي عزيني طبيب صحه عموميه في المستشفى الجهوي بلي، سعيد جدا بحواري معك اليوم، هذا كان تحقيقنا في زوم سانتي.